انتصرت في معركتها ضد دكتاتور من الخمسة. حركة التحرير أخذت من الجزائر دروسا ومارست هذه الدروس وساهمت في نقل الخبرة، خبرة الجزائريين مهما كانت بسيطة ولكنها خبرة حرب، في خبرة ممارسة الحرب الثورية. فننحني أمام أرواح الشهداء ونقدر أيما تقدير جهد المجاهدين والمناضلين الذين قلبوا الدنيا بأعمال كانت رقعتها ضيقة، الرقعة الجزائرية، ولكن مع هذا مشى الصيت نتاعها إلى جميع أنحاء العالم.